السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى هو كيف تعرف أنك مسحور أو مصاب بالعين والحسد بهذا الكأس من الماء. إن شاء الله تقرأ عليه بإذن الله قبل أن تنام بقدرة الله السميع العليم. إما أنك ستشعر بشيء عندما تنتهي من هذا الكأس الماء، أو ستشعر أو ستحلم بإذن الله تبارك وتعالى برؤية مبشرة تنبهك أنك مسحور أو معيون أو محسود. تابعونا حتى الأخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتنا أثر الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعض الناس كيف تعرف أنك مسحور أو معيون أو محسود. تشخيص مهم بإذن الله تبارك وتعالى. تأخذ بإذن الله تبارك وتعالى، أولا عليك أن تصلي، أن تكون إنسان مصلي. يعني قد تكون إنسان بإذن الله تبارك وتعالى لا يصلي، قد لا تظهر عليك هذه العلامات. لماذا؟ لأن الشيطان متحصن بالعقد، متحصن بالسحر والعين والحسد، وهي مختبئة وهي لا تريد الخروج. ولكن بإذن الله تبارك وتعالى تبت إلى الله وتوضأت وصليت ركعتين وفعلت هذه الطريقة، فسيظهر سر الذي في جسدك. السر يعني ما هو السر؟ العين التي عندك، السحر الذي عندك، الدمار الذي في جسدك. والله المستعان. ستأخذ كأس من هذا الماء بإذن الله تبارك وتعالى وتقرأ عليه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقرأها 7 مرات بإذن الله تبارك وتعالى، ثم تقول بإذن الله تبارك وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. تقرأها 21 مرة، ثم تقول بإذن الله تبارك وتعالى: تقرأ سورة الفلق بإذن الله تبارك وتعالى 7 مرات، والسابعة يعني تقرأ 6 مرات، والسابعة عندما تنتهي منها تقول: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، وأنت تنفث في الماء، ومن شر حاسد إذا حسد. في كل آية تقرأها تنفث: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. تقول ومن شر حاسد إذا حسد بإذن الله تبارك وتعالى، تقولها 21 مرة. عندما تنتهي من هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى ستقرأ هذه الآية بإذن الله الموجودة في سورة البقرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ستقرأها كذلك بإذن الله تبارك وتعالى 21 مرة. سورة الفلق تقرأ 7 مرات، آية العين تقرأها 21 مرة بإذن الله تبارك وتعالى، آية السحر تقرأها 21 مرة بإذن الله. عندما تفعل هذه الأشياء بإذن الله ستقسم هذا الماء على 7، يعني 7 شربات بإذن الله. هذا الكأس تشربه 7 شربات بإذن الله تبارك وتعالى. بين كل شربة وشربة بإذن الله تقوم بهذه الطريقة: الله أكبر، يعني ستخرج الله أكبر مع النفس. تشرب الشربة الثانية بإذن الله تقوم إصعاد النفس تقول الله أكبر. تشرب الثانية حتى تشرب 7 شربات بإذن الله، تقسمه 7 مرات، في كل شربة تقوم بتصعيد النفس وإخراجه الله أكبر. عندما تقول بإذن الله هذه الطريقة سوف إن يهتز هذا الشيطان الذي في جسدك، سواء دخل بالسحر وبالعين وبالحسد. وعندما تنام بإذن الله تبارك وتعالى سترى الأحلام، ترى المقابر، ترى الأحي والأفاعي، سترى يعني كثير من الأشياء، ترى مس العاشق يتحرش بك، كثير من الأشياء ستظهرك بإذن الله بقدرة الله السميع العليم. كل الأشياء التي تزعجك، الإنسان الذي يحسدك، يعني الإنسان الذي تكرهك، حتى الناس الذين يحسدونك ولا يحبونك الخير قد تحلم به بإذن الله. لذلك فعليك أن تفعل الطريقة 3 مرات في اليوم الثاني والثالث والثالث، سوف تظهرك كثير من العلامات بقدرة الله السميع العليم. ولا بأس إن شاء الله أن تفعل بعد الفجر، أو حتى إذا أردت أن تنام بالنهار، يعني حتى نوم النهار ستفعلها، أو بعد الفجر ستفعلها، أو حتى في الليل. المهم النوم قبل أن تنام ستفعل هذه الطريقة. وعليك بإذن الله أولا أن تتوضأ وتصلي ركعتين للحاجة بإذن الله، تطلب الله أن يظهر لك الحق، وأن يزيق الباطن، وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقمه، وأن يظهر لك هذا الكيد. لأن كثير من الناس مريضون بهذا السحر والعين والحسد، ويعني يذهبون يمنة ويسرى عند الأطباء، يسافرون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولا يعرفون من أين هذا المرض، هل من السحر أم من العين والحسد. فإذا شخصت الحالة بإذن الله بنفسك سوف ترى العلامات بإذن الله تظهر لك. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.